عن النقطة دي بعد إذن حضراتكم. هل يعني يعني المعاملة واضحة؟ هناك فرق معاملة ملك عن معاملة حد حتى ولو جنائي ما يتعاملش كده. يعني كيف ترون هذه المفارقة؟ مبارك معظم أيامه كان قاعد في جناح على النيل. أيوة لأنه رئيس الدولة. لأنه رئيس الدولة. كان رئيس الدولة. ورئيس مرسي المنتخب. لا هو الحقيقة الفرق أنه مبارك هو ابن النظام. ابن هذه المنظومة. لا خليني أرد عليك أنا أعمل دور مبارك دلوقتي أعمل أبناء مبارك. تفضل. مبارك كان قائد عسكري. هل مرسي كان قائد عسكري؟ مبارك حارب في أكتوبر. أيوة. هل هتعمل واحد هذا مقصود. حارب في أكتوبر؟ لا لا لا. زي واحد. جاب انتخابات بالصدفة وكان مكان خارج شكل. ليس هذا السبب. شوف هم أرادوا أن يعاقبوا الدكتور محمد مرسي وأن يعاقبوا الشعب الذي اختاره. ليه؟ لأن هذه المنظومة منظومة العسكرية الحاكمة في مصر ومنظومات الأسر الحاكمة في الدول العربية الأخرى ترى بأن هذه الشعوب تجرأت عليها. كيف تتجرؤون وتنتخبون رئيسا بإرادة حرة؟ لا نسمح لكم بذلك، فيجب أن تعاقبوا ويجب أن تستذلوا ويجب أن تهانوا وتمتهنوا. هذا هو المنطق الذي يتعامل به هؤلاء. لا بس خليني أرد عليك. طب خليني أرد عليك يا دكتور. لما سألت واحد من أبناء مبارك المخلصين يعني يرضيك إن ده يتعامل كده ويتعامل كده، رد عليه قال لي مبارك حارب في حرب أكتوبر، مرسي ما حاربش. لا خدم الجيش أيضا. معلش بس ما حاربش في أكتوبر، ما كانش قائد. فكان ردي عليه الآتي: وهل سامي عنان ما حاربش في أكتوبر؟ وهل معصوم مرزوق ما كانش في الصاعقة في أكتوبر؟ يعني إذا كانت القصة إنه ده كان ضابط عسكري حارب في أكتوبر، فسامي عنان كان جنرال وكان قائد كبير في أكتوبر. اسمه إيه ده؟ هو كان معصوم مرزوق كان جندي في أكتوبر، كان ضابط كبير في أكتوبر. إذن القصة مش قصة من حارب في أكتوبر أو لا، قصة من هو مبارك له حظوة. هي في ملاحظة، مبارك استسلم ومرسي صمد. مرسي كان خطر قبل الصمود ولا قبل؟ يا دكتور لحظة. لا معلش قبل الصمود، من اول يوم. ده ما لحظه من اول لحظة. يوم لحظه يا مبارك دكتور مبارك. من اول يوم جاي في طياره. طب ما كويس. طيب ما استسلمش من اول يوم. من قبل استسلم من اول من قبل اول يوم. خلاص مبارك لا من اول يوم تم نقله الى شرم الشيخ. انتهى. ابن النظام زي ما تفضلوا بس قالوا. هو كده ابن النظام زي ما تفضلوا قال الدكتور عزام. لكن نكمل عليها. الرئيس مرسي كان خطر على مصالحهم يا جماعة. الرئيس مرسي كان جاي علشان الشعب ده تتوزع ثرواته بعدالة. الرئيس مرسي ده كان جاي علشان المؤسسة العسكرية لا تعمل إلا في خدمة الحدود. لا معلش الرئيس مرسي كان من هقول لحضرتك هكمل لك أصلها من ما هو يعني هو سامي عنان مش ابن النظام يعني هو سامي عنان سامي عنان لما ما استسلمش سجنوه. هو أحمد شفيق مش ابن النظام لم بس تعرف انت استسلم في خصوصية لو لمبارك. لو لم يستسلم معصوم مرزوق مش ابن النظام. شوف في خصوصية لمبارك، في خصوصية يعني لمبارك لا تتوفر في أي دكتور منهم. دكتور عزام مبارك لديه حظوة عند حكام السعودية، أوصوا به خيرا وحكام الإمارات أوصوا به خيرا. يعني هم اللي بيدفعوا، هم اللي دفعوا للإنقلابيين كلها. هم قالوا لهم الراجل ده بتاعنا زي 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 زين العابدين. ده بتاعنا. ما يقربوش عليه. لا كمان أنا أسألك سؤال، هو لما سامي عنان لم يستسلم وجاي يقف وش السيسي عمل فيه ايه؟ ما احنا عارفين، ما احنا بنقول كده. لحظه يعني قصدي ايه؟ ما هو ما يعني المشكله مش ان هو حارب في 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 حرب اكتوبر. المشكله ان الرئيس مرسي كان صامد، والرئيس مرسي كان يمثل تغيير، والتغيير ده كان خطر على الانظمه من وجهه نظرها ولم تستوعب ذلك. انا بناقش جمله دلوقتي يا فندم، بناقش كلام دكتور عزام بيقول انه ابن النظام. ما سامي عنان ابن النظام، ما احمد شفيق ابن النظام، ما معصوم مرزوق ابن النظام. يعني قصدي دي دول ناس ولاد النظام. ما هو نكملها مع بعضها. ايه يعني بقى نكملها مع بعضها؟ يعني هو ابن النظام صحيح، لكن في حد جريمة احمد شفيق ايه؟ انه ترشح. جريمة معصوم مرزوق ايه؟ انه تكاتف مع حد. صح. جريمة خلينا سيبك من معصوم، خلينا في احمد شفيق ده كان طيار في حرب اكتوبر، سامي عنان ده كان ضابط في حرب اكتوبر. ايه جريمتهم؟ ايه جريمتهم؟ ما هم داخل النظام. مفيش جريمه قانونيه. لا طيب لماذا نكل بهم النظام؟ ما انت جاوبت يا دكتور يا استاذ محمد. دول تجرؤوا واعلنوا نيتهم الترشح مثلا،
لكن الرئيس مرسي تمسك بشرعيته وقال إن الشرعية تمنى حياتي والحفاظ على الثورة تمنى حياتي. إذن زي ما بقول الأستاذ محمد هو الرجل لم يركع لهم لم يسلم. يعني ما هي الحدود اللي بيها أخرج عن النظام أو اللي بيها أبقى داخل النظام؟ لا برضو ما أنت أشوف هي بس الجزء يمكن بتاع السعودية ده هو النظام. هو النظام الموجود الآن في القاهرة اللي بيحكم هو تطور يعني, وإحنا نمشي بالأيام بدأ يضرب بجذوره في الأرض ويتمسك. يعني السيسي اليوم مش السيسي قبل 6 سنوات. صحيح. في دور لدول الخليج لأن دول الخليج هي اللي دعمته هي اللي مولته وتشترط في بعض الأمور. أنا لا أظن أنه لا عنان ولا شفيق لديهم نفس الحظوة التي لدى مبارك. مبارك بينه وبين الجماعة بتوع الخليج عيش وملح وبينهم حاجات. أو ده اللي واضح في بيعهم لشفيق. ده اللي واضح في بيعهم شفيق. لكن الآن السيسي شاعر بأنه هو بيتصرف كإله, هو شاعر أنه تمكن فوق التصور. حتى في أشياء ما بردش فيها على الخليجيين اللي بيدوا له الفلوس, ولذلك هم بعض الأوقات بيشتكوا منه لأنه هو بيحضر الأموال.